الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام. فكثير من الإخوة والأحباب الأصدقاء الأعزاء يقول: يا أخي، أريد أن تعطينا أعراض سحر الأسود، خطورته وأعراضه، وكيف نتعالج منه بإذن الله جل وعلا. أردت في هذا الفيديو أن نتطرق لبعض الأعراض الخطيرة التي يصاب بها كثير من الناس، خصوصا في الأراضي التي تكون عندهم يكون عندهم السحر منتشر بكثرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير. فأعراض السحر الأسود، فلا شك أحبابي الكرام، من خلال اسمه بالسحر الأسود، فهو سحر فتاك للغاية، ويجري مزاج هذا السحر مع طقوس السحر السفلي من الأسحار الخبيثة. فيأتي الساحر بملابس وشعر ومسامير وصور الشخصية للضحية لصنع دمية تجسده، مع إبقاء منطقة القلب مفتوحة. وهذا الطقس، يعني منطقة القلب، تقتضي بنزع القلب وإخراجه من الحيوانات الحية، يعني كالقطط كالكلاب كوكا، يعني من الحيوانات، ليربط الساحر علاقة موت الحيوان بموت الإنسان، وكل شيء بأمر الله جل وعلا. وبعد ربط الدمية والضحية، يتم غرس إبر في الدمية، يعني لكسر نظام الطاقة للضحية. فهنا هذا الساحر نعله الله يستعمل أقوى ما يملك وأغلى ما يملك من الكفريات والشركيات حتى يقتل الضحية، لأنه أصلا لا يخاف الله، لو خاف الله ما أدى إنسان. فيفعل ما يملك من كفرياته وشركياته حتى يؤذي الضحية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعافي جميع المسلمين والمسلمات من هذه الأسحار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فمن أعراضه في أول الأمر هو الاستيقاظ مع الهزة والخوف في غضون لحظات دخولك المرحلة الأولى من النوم، رؤية بقعة دخان داكنة أو رمادية أمام عينيك عندما تستيقظ من النوم، اسوداد البشرة بمرور الوقت. وهنا يكون مع اسوداد البشرة يكون مرتبطا مع السحر المأكول، آلام اللسع في أجزاء مختلفة من الجسم، اللسع في اللسان، ومع الصحو يحس بالألم الشديد مع تكون بثرة على اللسان، الإحساس بحرقة يشبه حرقة سعف النخيل، تكون الشفاه وغيرها من أجزاء الجسم منتفخة بلا أسباب طبية، الإحساس بمثل دبابيب النمل بجسدك، مزاج متأرجح وتفكير سلبي للغاية يمكن أن يؤدي إلى الانتحار، الشدة والثقل على الجسم أو على أجزاء معينة، رائحة عفن تتصاعد تدريجيا، رائحة عفنة، نعوذ بالله من السحر ومن السحرة، تتصاعد تدريجيا مع مرور الوقت حتى يشعر الشخص الضحية بأن جسده يتحلل كالجثة الميتة. فمراحل السحر الأسود، أو حينما يبدأ المس يدخل إليك إلى الإنسان المس، فعدم النوم المريح، الإرهاق ونقص الطاقة لأداء الأنشطة اليومية، يكون لدى الإنسان الخوف الشديد من كل شيء، اللامبالاة بالحياة، اليأس، دائما غضبان بدون سبب،
الاكتئاب الحاد، جفاف الحلق، يكون دائما الإنسان حلقه جافا، الإحساس المفاجئ بالبرودة ثم الحرارة. ولا نقول لكم عن النسيان فهو كثير جدا. دخولك إلى عالم من عالم الحلم مسدود، ولا يمكن لك تذكر أي حلم عند استيقاظك. معاناة في الوظيفة، سلوك الناس اللا عقلاني تجاهك، عوائق أمام تدفق الأموال. فهذه الأعراض ومن المراحل المس المتقدمة. تحلم بجثث ومناظر رهيبة لأشخاص يرغبون في قتلك. حينما يشتد هنا الأمر، يشتد السحر ويتقوى السحر، نعوذ بالله من السحرة والسحر. تحلم بالهوام كالأفاعي والعقارب والعناكب والأماكن القادرة والمزابل، الاستيقاظ المفاجئ مع الإحساس بالخوف وضيق النفس. الحلم بالاستيقاظ من المرتفعات، وهذه بعض الأحلام هنا عندها علاقة أصلا مع العين والحسد، وخص العين القوية والحسد. رؤية دخان أسود أو نقاط تحلق فوقك، ينتفخ بطنك مثل بطن المرأة الحامل، وهذه غالبا ما تقع. نسبة مئوية 70% للنساء و30% للرجال، وهنا يكون علاقتها بالسحر المأكول أو غازات في البطن. الشدة والثقل خاصة في الأكتاف والصدر، وهذه عندها علاقة أصلا مع العين والحسد. الإحساس بالجوع المقطع، يعني تحس بالجوع فحينما تأتي الأكل كأن شيئا لم يكن. الصداع المستمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الأعراض، فعلاجه أحبابي الكرام هو التقرب إلى الله جل وعلا والخوف من الله سبحانه وتعالى. واعلم أنك إذا كنت متقربا من الله جل وعلا لن يصيبك مكروه، لن يصيبك أي شيء، ولو استطاعت الجن، لن تستطيع الجن والإنس أن يضرك بشيء لو اجتمعوا، لأن كل شيء بأمر الله. فأحبابي الكرام، هذه بعض الأعراض، ومن علاجاته كما قلنا التقرب إلى الله. لا بأس بالإنسان أن يذهب إلى راقي متمرس يخاف ربه، يرقيه، يشخص حالته، يعمل معه الأسباب، والشافي هو الله. ولا ننسى أحبابي الكرام، دائما ما الإنسان يتقرب إلى ربه في السراء والضراء، لأن من عرف الله في الشدة عرفه، من عرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدة. فأسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يغفر لجميع مرضى المسلمين. هذا وإن كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، وإن أصبت فمن الله ورسوله. أحبكم في الله. اللهم من شارك هذا المقطع ليستفيد منه الناس، اللهم نجه من النار يا واحد يا قهار. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.